حياتك عندي كنت عارفة انك خسيس، لكن خسيس ونتن ده اللي ما كنتش عارفاه. وقال ايه؟ انا اللي كنت بشمش من وراك لحسن تنجز ديلك مع واحدة من الزباين والهوانم اللي بيقولك الوكالة. صدق بالخلقك؟ ما كنتش هستصغرك، لان الرجالة كلهم كده طبعهم واحد. صح، لكن يا راجل لما تحب توسخ توسخ مع الشغالة يا نتن. مع الشغالة وفين؟ في مطرحي؟ ما هو طبعا ما عندكش رد. ما انت لو عندك رد كنت رديت ردة المية في زورك راجل خسيس ونتن. اسمعني بقى في الأهلول، انا قلت للبنت سناء ان مش هتخطي خطوة من البيت ده الا بعد ما ربنا ينتحها بالسلامة. انا ست عارفة ربنا، وعهدت النبي وانا واقفة قدام قبره ان ما اغضبش ربنا ابدا. الواد اللي من صلبك هيتولد في البيت ده مش ذنبه ان ابوه راجل خسيس وامه ست خاطيه، بس بعد ما ربنا يكرمها وتولد، ومن بعد ما تولد مش عايزه اشوف وشك ولا وشها. وانا بقى ربنا يكرمني اذا كانت هتجيب بيت ولا واد، حربيبه ما يرضي الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يكونش ده تفسير الحلم اللي حلمتيه لما عينك غفلت في الحرم؟